انا الاول من شارع معروف، من هنا المعروف انفاميلي، بسبح ومسح السيد احمد موسى والسيد محمد ابو العين وعلى سادة البلد. دي هتوصل؟ هتوصل بالله عليك. بالله عليك والله شايفك اهو. لا لا بالله عليك. بالله عليك هتقول له؟ لا 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 هوريله. حاضر والله. هتقول له؟ بحلمك بالله عليك لو ما كانش كده انا هروح له شارع الصحافه هناك عشان هو صاحبي. لا 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 شوف حضرتك قول لي بس رايك ايه؟ ما انا هكلمك بصراحه عشان ما بقاش منافق. القانون الجديد يعني عندك هنا في وسط البلد في ناس لغايه دلوقتي بتدفع 5 جنيه. القانون القديم من زمان، قاعدين هنا من زمان، وشقه ما شاء الله العماير القديمه دي مش عايز اقولها. القانون الجديد في يعني في دوله امبابه، لان امبابه دي تعتبر في مصر دوله داخل الدوله. بكام بقى؟ ب 600 جنيه الاوضتين والصاله قد كده. 600 جنيه وعندك 60 70 جنيه نور وعندك 80 جنيه ميه، واخد بالك؟ ده شغلانه يعني بصراحه، انا عايز اطلع عمره بصراحه. عامل بيها موسى عايز اطلع عمره بصراحه. بصراحه انا بقول لك على نيتي. لا 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 بصراحه اكلمك بصراحه والله. اصل هو امبارح هو عمل رحله، محمد بيه عبد العنين اتصل وعمل 50 رحله عمره لولي امر الشهداء. ده ربنا يجازيه خير يا رب، واخد بالك؟ انا قاعد بتفرج على البرنامج وشفت محمد بيه عبد العنين اتصل بيه وقال له على 50 عمره، قلت يا رب يا رب انا اروح مدينه الانتاج او اروح اقابل احمد موسى عند الارام شارع الصحافه عندنا هناك عشان اقول له يكلم محمد بيه عبد العنين يطلعني في وسط الجروب بتاع العمره ده. نفسي قبل ما اموت اعمل عمره، نفسي ولحقت ربنا. طيب جزء وبعد شويه